اللهم ارحم شهداءنا الأبرار في هذا اليوم بعد 3 سنوات من اجتياح هذا الوطن بواسطة الجيش السعودي المحتل بأمر من النظام المتخاذل. سقط الشهيد عيسى رضي الله عنه مظلوما معذبا بين أرجل مرتزقة النظام، وفيه سقط الكثير من أبناء الشعب، وسقط الشهيد المدافع عن عرضه الشهيد أحمد فرحان رحمة الله عليه. لا أريد أسرد في الموضوع، فالكل يعرف جريمة النظام بحق شعبنا، ولكن أريد أن أبين شيء قد يغيب عن بعض الإخوة، وهو أنه في اليوم الذي سقط فيه الشهيد أحمد فرحان، وقد سقط أغلب أجزاء رأسه أو بالأحرى مخه على الأرض، انبرى بعض الخيرين من شباب هذا الوطن، فأخذوا هذا الجزء من المخ المتبقي واستأمنوه إلى الشهيد علي المؤمن في روضة، دفنوه في روضة الشهيد المؤمن أمام فخذه الشهيد، وكأننا نقول له أنه الألم لا زال عندك. استأمنوه وفي اليوم الثاني استخرجناه وانضم إلى جسد الشهيد رحمة الله عليه، وهذا في حد ذاته تكامل بين الشهداء. ولا أدري هي أتت ب يعني عدم ليس هناك في ما يبحث في هذا الجانب بالنسبة إلى ضريمة الشهداء، شخص شهيد يستأمن إلى شهيد آخر، هل أتت عفوية أم هناك إرادة من الله سبحانه وتعالى لتقول مهما فعل الظالم فسأنتصر لهذا المظلوم؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين قتلوا هذا الشهيد وإلى اليوم لم يؤخذ بحقه، ويكفي هذه الظلامة وهذا النظام عن جهية وظلما لشعبنا أنه لم يؤخذ بحق هذا الشهيد وقد سقط بيده أزلامه الذين جلبهم لقتل شعبنا. ألا لعنة الله على الظالمين، انتقم الله لنا ولشهدائنا الأبرار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، ورحم الله من قرأ لأرواحنا الفاتحة.